مشاهدي موقع طنجاوي، أهلا بكم دائما في إطار المؤتمر الدولي الأول للاستعمالات الطبية والعلاجية والصناعية للقنب الهندي. سعداء باستضافة مريم الحلوفي لالي، مديرة عامة في مختبر فارماسانك. لالا مريم، مرحبا بك. السلام عليكم. في البداية نبغيو نعرفوا شنو هما أهم لي برودوي كوزميتيك وفارماسيتيك اللي يمكن نستخرجوهم من القنب الهندي. وكاينين بزاف، كاينين لي برودوي كوزميتيك بيان سور، الشعر والوجه والجلد في الجسم، مي كاينين الأدوية سورتو الدواء. دابا حنايا خدامين على الدواء بالقنابي اي لي كومبليمون اليمونتير. كاينين بزاف ديال لي بوسيبيليتي ديال غنجيبو شي علاج جداد وشي علاج اللي ما غادي يكونوش اللي غيكونوا رخاص واللي غيكونوا مستعملين في المغرب من الاول حتى الاخر. كسؤال ثاني نبغي نعرف كيفاش يمكن النساء يستافدوا من تقنين القنب الهندي في المغرب. ايوا يمكن لهم يستافدوا منه من بزاف ديال لي فاسون. اولا الخدمه، غيلقاو خدمه، يقدروا يتعلموا اما الصناعه اما لا كولتيفاسيون ديال القنابس. دونك اولا خدمه، ثانيا علاج ليهم ولعائلتهم. مريم الحلوفي لالي، مديره عامه بمختبرات فارماسانك، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات وشكرا على مجهودك التواصلي باللغه العربيه. شكرا لكم، تبارك الله عليكم. اذا كانت هذه دردشه مع مريم الحلوفي لالي، مديره عامه في مختبرات فارماسانك، دائما في اطار المؤتمر الدولي الاول لاستخدامات القنب الهندي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.